السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيم. تحية وحب وتقدير لحضراتكم. في البداية اسمحوا لي أشكر كل أصدقائنا ومشاهدينا ومتابعينا كمان من خلال الفيسبوك على صفحتنا، سواء مطبخ عظيمة أو حتى الشيف عظيمة حمزي بالعربي. بشكركم جدا على كلماتكم الراقية، شكرا على أن يعني حضراتكم بتتابعوا بعض الفيديوهات. في ناس شوية متفاجئة بتقول لي أنتِ كنتِ يعني متفاجئين أن أنا شيف وبعمل أكلات وحاجات، بس يعني على فكرة دي هوبي من زمان قوي من وأنا طفلة، فما تقلقوش يعني كنت بعمل ده كتير، وطبعا أدعمته بقى يعني بالدراسة والحركات، والواحد حتى لحد ما يكبر هيفضل يتعلم. وأنا الحقيقة بحب القصة دي جدا، فبحب أتعلم كل جديد عشان أكون دايما عند حسن ظن حضراتكم. ببقى سعيدة جدا وبشكر كل الناس اللي بتساعد وبتقول وما بتخبيش وما يعني ما بتمسكش العلم عندها وتقول لا أنا مش هقول ده وأقول ده. بشكرهم جدا، وأعرفوا أن أنتوا قبل ما يعني بتستثمروا مع الناس أنتوا بتستثمروا مع ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة. أنا ما عنديش مانع أن أنا أدفع فلوس وأروح أتعلم حاجة هتضيف لي وهتضيف لناس كتير قوي، فأنا أبقى سبب لحضراتكم، ده شيء يسعدني جدا. كفاية الدعوة الحلوة اللي من القلب. النهاردة احنا طبعا هنعمل وصفات بناء على طلب كل مشاهدينا والاعزاز علينا اصدقاء برنامجنا. اولا هنعمل الشريك الصيامي علشان خاطر مدام سميره ومدام روحيه وكل ومجزيف وكل حبايبنا اخواتنا والاقباط، وهنعمل كمان الرز بلبن النهارده بالمربى. فكره الرز بلبن هتبقى فيها حاجتين حلوين قوي، هتقول لنا الرز بلبن من غير اي حاجه طريقته ازاي ونعمله ازاي، والتبس بتاعته انا عملته مره قبل كده قلت ده كان بتاع المحلات، وفعلا بشكر الحد اللي قال لي ده، وهو حد من المحلات المعروفه على فكره. شكرا جزيلا ليك جدا. وهنستخدم فيها طبعا زبده اصل الحلوب. النهارده احنا معانا منورانا اصل الحلوب، منورانا سمنه اصل الحلوب وزبده اصل الحلوب الفرنسيه 100%. احنا عايزين الفتره دي نبدا يعني ايه، في ناس بتقف كده قدام الثلاجه تقول ايه انا هاخد اي نوع زبده، طب دي ولا دي ولا، وتبقى عندهم كده حاله مش عارفين يقيموا هم هيجيبوا ايه. في ناس لسه بتبقى يعني بتتعلم، ولسه في ناس مش عارفه الفرق. فخلينا نقول ان الزبده اللي احنا كنا بنشتريها الاول اللي هي زي نيوزيلندي اللي بنقول عليها بتنفع حلو وحادق، اصل الحلوب بتنفع حلو وحادق. اصل الحلوب زبده فرنسيه جودتها عاليه جدا، هتقدروا تستخدموها في الحلويات وفي الحوادق بشكل لطيف جدا. تقدروا تعملوا بيها شويه عجوه، شويه بيض بالبسطرمه، اي حاجه، تعمل فطير مشال. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، انا جربت اول ما جربت سمنه اصل الحلوب قبل ما انزل لحضراتكم بيها في البرنامج، عملت بيها فطير مشلتت. قلت اكتر طعم هيبان في جوده السمنه هي الفطير المشلتت، يعني هو هيبان في ايه تاني غير كده ان احنا بناكل حاجه ليها طعم. وجربوا تعمدت اعملها من غير القشطه البلدي، يعني اليوم ده انا ما عملتش فيه في الفطير قشطه بلدي عشان اشوف طعم السمنه لوحدها هيطلع عامل ازاي، بس بجد طلع طعم رائع جدا، واتمنى حضراتكم تجربوه. وان شاء الله هندعم فروع شبرا يوم اسلام، انت تؤمري بجد والله العظيم امر، يعني كل حبايبنا في شبرا هيوصل لكم المنتجات، وكل حبايبنا حتى في غير منطقه شبرا هنقول لحضراتكم فين الاماكن اللي تقدروا تخاطبوها، لانهم بداوا ينزلوا كمان في سوبر ماركت ثانيه غير اللي انا اعلنت عنها على الصفحه. النهارده معانا كمان شهرزاد، وطبعا بفكر كل اصدقائنا اللي ما شافوش حلقه مصنع شهرزاد ليه، بس طلب عند حضراتكم اعملوا سيرش واكتبوا حلقه مصنع شهرزاد في بني سويف واتفرجوا كده على الحلقه وشوفوا جمال المصنع ونظافه المصنع والفكر اللي ماشي بيه المصنع، عشان نقدر نغير الكونسبت او الفكر اللي احنا ماشيين بيه، فكره الخضار الفروزن ولا الخضار الفريش. طب لو الفروزن ده هيبقى صحي 100%، ايه الخطوات اللي تخلينا نقول ان ده يبقى صحي اكتر من الفريش. يا ريت تشوفوا الحلقه وتقولوا لي رايكم، وانا متابعه مع حضراتكم جدا على الصفحه. طبعا النهارده بفكركم بكلوسيز، وطبعا احنا في الفتره دي محتاجين ندعم مناعتنا جدا، نبعد عن الاكل الفاست فود، نبعد عن الاكل الحاجات الجاهزه، يعني بلاش اكياس بطاطس من الفريزر. انا عارفه ان في ناس كتير قوي ممكن تكون بتتأذى بقصة الموضوع ده، بس والله كلنا هذا الرجل، فاحنا محتاجين لحاجة تدعم مناعتنا في الفترة دي. في ناس مناعتها قليلة، أطفال كبار سن متوسطين العمر، فخلينا نتكلم عن ان احنا عندنا كلوسيز زيت كبد الحوت غني جدا بالاوميجا 3. السورس او المصدر الاساسي بتاعه نفس المصدر اللي بيعمل برضو اللي هو في العلب المستورده، لانهم كلهم بيجيبوا من نفس المكان، يعني خلاص هو فعلا قال ان الحوت موجود في اماكن معينه فاحنا بناخده من نفس الاماكن، فهي هي نفس القصه. فرق ان ده منتج مصري يحترم جدا تابع لي او انتاج شركه اي ام دي للادويه، بتوزعه الشركه المصريه للادويه، ودي من اكبر الشركات الموجوده في جمهوريه مصر العربيه. العلبه دي
بقى لها 15 سنه في السوق. العلبه فيها 3 شرايط، الشريط ده يتعدى 14 جنيه وربع. الفكره كمان اللي مش هيلاقي المنتج في الصيدليه القريبه من حضراتكم في الفروع اللي قالوا عليها او تابعه للصيدليات المعينه اللي قالوا عليها، يا ريت تبعتوا على الرقم اللي موجود قدام حضراتكم ده عبر الواتساب علشان يعرفوا فين المكان، وهم هيدعموا من خلال الشركه المصريه تبعت المندوب علشان يروح يدعم الصيدليه دي فيبقى موجود الكولوسيس، فتقدري حضرتك تتصلي بالتليفون تتاكدي انه موجود. خلال الفتره الجايه هيعملوا اوفرز حلوه جدا وهيبقى فيه عروض جميله جدا. دلوقتي بقى احنا اسمحوا لي هنبدا نقول اول وصفه هنشتغل فيها هي هنركب بس الرز بلبن على النار ونحطه ونشوف كده هنعمله ازاي. خلينا نقول مقاديره. عندي الرز بلبن بالمربى ويفضل المربى الفريش. عندنا دلوقتي فراوله وعندنا برتقان وعندنا حاجات حلوه تتعمل مربات فريش روعه. اللي عايز يخزن فراوله يلحق لان احنا خلاص داخلين على رمضان. طيب عندي بقى 6 كوبايات من اللبن، اللبن الحليب بتاع اللبان اللي احنا بنجيبه من غير ما نغليه، دي اول خطوه. تاني حاجه نص كوبايه من الرز المصري، 7 معالق من السكر، وده علشان هيبقى فيه مربى فخلوا بالكم نسبه السكر هتقل. لو مش عايزين تضيفوا مربى يبقى هنحط نسبه السكر المعتاده، ممكن توصل نص كوبايه زي ما بتحبوا طعم السكر. ميه، كوبايه من القشطه، كوبايه من الكريمه، عندي معلقتين كبار من ماء الورد او ماء الزهر وده اختياري، بس عايزه اقول لكم ده نرجع كده بعمل كده غمض عينيا ارجع فلاش باك لزمان ايام جداتنا وامهاتنا افتكر الرز بلبن بماء الزهر. مربه فراوله، وعندي للتزيين قرفه، مكسرات، جوز هند، زبيب، اللي يعجب حضراتكم. دلوقتي بقى احنا هنعمل كاريت. قولي حبيبتي عايزين هنحط حبيبتي. طيب مكعب زبده ده اختياري لو ما فيش كريمه، لو عايزين تدعموا الرز بلبن بطعم رائع من نوع زبده بدل الكريمه حطوا مكعب زبده راقيه جميله زي اصل الحلوب. طيب انا عندي اول حاجه احط كده الرز. بصوا بقى الرز غسلته ونقعته شويه ومش هرمي الميه بتاعت النقعه بتاعته لان دي نزل فيها نسبه نشا من نشا الرز فانا مش عايزه اتخلص منها. ان انا على فكره في ناس كتير قوي بتعمل رز بلبن، انا بابايا الله يرحمه يعني يا رب ويرحم امواتنا اجمعين عمره ما عمل الرز بلبن وحط له النشا دي، طول عمرنا بنعمله بماده الربط منه فيه في نشا الرز اللي احنا بنحطه. فخلينا نقول ايه، بسم الله هحط كده شويه رز هيبقى كده اوكي، ودي حوالي نص كوبايه. نص كوبايه دي على فكره تعمل حله كبيره حلوه يعني ما تستهتروش بكميه الرز الصغيره دي، وهضيف عليها كميه اللبن اللي هم هيبقوا حوالي مثلا هيبقى من كيلو ونص ل 2 كيلو لبن لو انتوا عايزين تسووه جوه اللبن، لكن انا بصراحه بحب اضيف له شويه ميه يعني هحط كده بالرز ده شويه ميه حوالي مثلا كوبايه ونص ميه ويبدا ياخد غلوه، لان خلوا بالكم لما بيستوي جوه اللبن قوي بيبدا برضو يسحب كميه لبن كبيره. في ناس مش عايزه تستخدم كميه لبن كبيره، هي عايزه تعمله وعايزه تحط له نسبه لبن وعايزه تسوي الرز، فلازم الرز يستوي اول مرحله شويه يبدا يتشرب، هيوصل للمرحله دي. خليني اوريه لحضراتكم برضو، انا هحتاج حله تانية معلش. بصوا هيوصل للمرحله دي هو كده بالميه، بصوا الرزايه وصلت لحد فين بقت كده، عايزه حله تانية وسط ماشي اوكي عندي انا اوكي. طيب خليني ايه اشوفها اهي ماشي خليني اجيبها. تسلم ايديكم. اوكي هاخد كده حله هنا وهبدا ده هسيبه بقى على النار التانيه هنا وهجيب كده وهحط ده هنا واعلي النار كده علشان تبقى تمام. هحط بقى الرز اللي احنا سويناه ده اللي هو المفترض انه اخد تسويته في الحله الاولانيه اول مرحله، هحطه كده هنا وهضيف عليه كمية اللبن اللي اتفقنا عليها من غير ما نغلي. طب ازاي من غير ما نغليه؟ هو هيغلي وهيوصل لدرجة الغليان بتاعته جوه مع الخليط اللي احنا عاملينه. بسم الله اهو اللبن حوالي 6 كوبايات اوكي، وبعدين هقلب. بسم الله هحط كده نقلب تقليبة كده حلوة، هيوصل لما يغلي مع الرز ويوصل كمان ان الرز مستوي هنا بنسبة 80% 85% هيوصل بقى 15% الباقيين لحد ما يبقى الرزاية ناعمة جدا. هحط شوية سكر اوكي، دول حوالي 7 معالق رز 7 معالق سكر صغيرين، وطبعا السكر اختياري يعني لان احنا هنحط مربى، اللي مش هيحط مربى هيحط نسبة السكر التقليدية بتاعته اللي حاببها.
اهو خلاص هقلب كده تقليبه حلوه، وبعدين انا هضيف كمان الكريمه. بسم الله، شويه رز بلبن وصايه يعني الحقيقه. خليني بس ايه اخد شويه الكريمه اللي جوه الطبق هنا عشان حرام كده. بصوا، وهسيبهم بقى على النار يغلوا كده مع بعض. مش هعمل اي اضافات خالص الا لما يغلي واللبن ده يوصل لمرحله الغليان. نبدا بقى دلوقتي، قبل ما ابدا في الوصفه اللي جايه هستسمح حضراتكم طبعا نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نعمل الشريك الصيامي علشان كل حبايبنا واخواتنا المسيحيين. بعد الفاصل مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. انا سبت، بص، الرز بلبن انا سايباه مع اللبن اللي احنا حطيناه من غير ما نغليه بعد ما خدنا المرحله الاولى من الرز، اللي هي في شويه ميه، كوبايه ميه بس اللي يبدا ينفش كده، حبته تتفتح لكن ما يستويش بنسبه كبيره. وحطيته هنا، حطيت معاه بس الكريمه، وهسيبه لحد ما يبدا يغلي معايا. وهشتغل دلوقتي في وصفه الشريك الصيام. وصفته بسيطه وجميله جدا، بس احلى حاجه فيها او اهم خطوه فيها هقولها لحضراتكم هي في التخمير. نقول الاول الوصفه. عندي كيلو دقيق، لو هنعمل على كيلو دقيق، كوبايه سكر، كوبايه زيت، معلقه كبيره بيكنج باودر، 2 كوبايه من لبن الكريمر، بيبقى باودر اهو بيتجاب من السوبر ماركت، او ميه مش لازم لبن كريمر خالص، 2 معلقه كبيره خميره فوريه، رشه ملح، ممكن يبقى فيه زبيب جوه العجينه او ممكن ما نعملوش خالص بزبيب، هيبقى عندي للوش قهوه سريعه الذوبان، ميه بس، وارش عليهم رشه سكر من بره. ودي ده شريك بسيط وسهل وجميل جدا. الكريمر الحقيقه بيديله طعم حلو قوي، والكريمر اهو هو ده الكريمر، شايفين شكله عامل ازاي؟ بيتباع علب كده في السوبر ماركت. ممكن بقى بنخفه بشويه ميه ونعجن بيه، او نحطه باودر ونعجن عليه بميه عادي جدا. طيب ادي الدقيق، انا هاخد برضو جزء كده من الكميه صغيره، يعني هنصنص الكميه اللي انا عامله اوريدي بالفعل نسخه، فخليني كده اخد حوالي نص كيلو مثلا يعني كده، وهاخد عليهم البيكنج باودر الخميره اهو، والخميره علشان، واخد رشه ملح صغنونه تظبط بس الدنيا، نص سكر، كوبايه سكر، ينفع يبقى حلو قوي للفطار. خلاص كده ادي الكريمر جنبي، هاخد كده حبايبي شويه الزيت، وهاخد من الكريمر شويه حلوين، حطيت 3 معالق مثلا. هبدا بس اقلب كده الخليط مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس احط دي مكانها حلو. ايوه بسم الله. نحط الميه، تطلعي لي يا اموره هنا. بسم الله. بصوا بقى، انا بس عشان مجهزه، بصوا الجمال. اولا هي كعجينه روعه، خليني بس اوريها لحضراتكم هنا وهعجنها بايدي اكمل لحد بقى ما نظبط الدنيا. بصوا بقى، انا معايا طبعا دلوقتي على التليفون فراوله حبيبتي، فهنتكلم مع فراولتي وهوريكم دلوقتي احنا هنخمره لازم ساعه. بسم الله، معانا فراوله. صباح الفل يا فراولتي. صباح النور يا زوزو. انت نايم ولا ايه يا جميل؟ انا شايفاك دلوقتي. لا والله قول الحقيقه. حبيبتي عامله ايه فراولتي؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. ولادك وحماتك عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله يا حبيبه قلبي. ربنا ومخرجنا وشيرين وروان بيسلموا عليكي هم.
مش قادره اقول لك من هنا لهنا يعني، عارفه ما شاء الله يعني يا حبايب قلبي. ربنا يعينكم حبايبي. تسلمي لي تسلمي لي يا روح قلبي. طيب هاخد بقى كده فراولاتي معاكي اهو. قولي لي عامله ايه وزي الحفيده الغاليه فرودي. بتسلم عليكي. بصي هالي كتير قوي. بتعمليها؟ ايوه الرز بلبن يا روحي. ايوه فرودي بتحبه الفراوله. الله الله ماشي يا سيدي. ده احنا يعني كان نفسنا في الاصل يبقى معانا والله يا فراوله. الله يخليكي. بقول لك يا عظيمه قولي حبيبه قلبي. عايزاكي تعملي لي الهمبرجر. من عايزاه بايه؟ لحمه ولا فراخ؟ لا لحمه. عينيا أنا الاسبوع اللي جاي قدامي. عينيا نعملهولك مخصوص الاسبوع الجاي ان شاء الله. عينيا فراوله. اكتبي يا روان عندك عشان فراوله طلبها غالي علينا طبعا. ماشي كله تأيد يا فراولتي. طبعا العجينه دي باخدها اتكلم بقى على التخمير عشان دي اهم لحظه. ساعه هيخمر هروح منزله العجينه تاني زي ما انا بفضي الهواء اللي فيها كده. دي معموله على يعني كبيره شويه على كميه الكيلو. وبعدين هروح منزلها مهبطه الهواء منها واروح مغطيها تاني واسيبها تتخمر تاني نص ساعه. وبعد كده هروح فاتحه بعد النص ساعه هلاقيها عليت. هروح منزله الهواء منها تاني واروح فتحها. لو قدرت اعمل العمليه دي ثلاث مرات بين كل مره والتانيه نص ساعه هيطلع معاكم الشريك قطني. عارفين تفتحوا كده تلاقوا جوه لونها ابيض خالص وطريه جدا زي القطن. رائعه. يعني ما نبقاش مستعجلين بس على التخمير هينجح معانا جدا. هعمل بقى ايه في كذا طريقه تقليديه طبعا للشريك. خلينا بس ناخد هنا صوت كده اللي هي العاديه بتبقى زي الرول كده وفي واحده بتبقى هو طبعا حلو قوي في الفطار الحقيقه كده. احب الفها كده. معانا مدام سهام حبيبه قلبي. والله كنت في سيرتك امبارح يا مدام سهام. صباح الخير يا عزيزي. صباح الفل عليك يا حبيبه قلبي. ازيك يا عزيمه عامله ايه؟ مال صوتك يا روحي؟ انا تعبانه يا عزيمه. الف سلام عليكي. مالك يا مدام سهام؟ عندي التهاب رئوي جامد قوي. بعد الشر عليك يا حبيبتي بعد الشر. طب ايه؟ رحت اعمل اشعه. ها؟ كلنا. ها؟ قالي لا ده انت عندك كلورا 90%. ليه؟ وبعدين قالي قلت لهم يعني روح فين؟ قالوا روح الحميات. عملتي ايه؟ عملت تحاليل وحاجات من دي. ها؟ وعزلوني يوم. ها؟ وطلعوا النتيجه سلبي الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. الف سلام عليكي حبيبه قلبي. بعد الشر عنك. ربنا يسلمك من كل حاجه وحشه يا رب. حبيبتي بعد الشر. ما تقوليش كده احنا عايزين يعني نطمن عليك ودايما نسمع عنكم كل خير يا رب العالمين. رب يخليك يا مش محتاجه اي حاجه والنبي مدام سهام بجد والله. لا مش محتاجه يا رب يخليك. سلمينا على الدكتوره كتير وربنا يخليكي ليهم يا رب. ربنا يديك الصحه حبيبه قلبي. بعد الشر عليكي والحمد لله انه طلع سلبي. الحمد لله رب العالمين. ربنا يسلمكم من كل شر. ما هو بصوا بقى احنا بنقول ايه اللي عايز يشوف مامته وعايز يشوف اخواته مش وقته خالص. استحملوا شويه معلش. اقول ما بشوفهمش والله والله. خلاص بقى بلاش الكلام ده. بصوا الجمال كده. يعني بقى ايه ممكن نعمل اتنين برضو مع بعض. شكلها جميل. بصوا الحاجات الحلوه دي الاشكال دي زي ما انتم عايزين. انا طبعا يعني ايه خليني اعمل واحد كمان فيه اتنين عشان نبقى عملنا اللي فيه اتنين كمان. اللبن بدا يغلي هناك لازم كل شويه اقلبه. بصوا بقى طريقه غلي اللبن كمان لما نيجي نغليه في البيت كلبن عادي يعني لازم يتقلب ثلاث مرات. بمعنى انه اول ما يبدا يفور اروح مقلبه كويس قوي فلازم الوش اللي فوق ياخد درجه حراره اللبن اللي تحت واللي هيعمل بكتيريا برده. وبعدين اقلبه اول ما يبدا يفور مره تانية هروح مقلباه كويس جدا واروح برده سايباه شويه. او في الثالثه خلاص انا كده الحراره بقت تقريبا مناسبه لبعض وبقى هو واخد نفس الحراره من فوق ومن تحت. يعني الوش بتاعه زي الايه زي ال ممكن تبقى كده. وبعدين الفها رول كده بس ايه خليني الاول بحب ابرمها زياده كده عشان بتدي شكل حلو قوي. بصوا دي برده واحده ثانيه بس باتنين. هندهنه بقى. بص احط شويه ميه هنا على بودره القهوه سريعه الذوبان دي حبه نونو
وهدوبه. اللي عايز يحط مع العجينه دي زبيب مفيش مشكله جوه العجين اوكي. انا بس عايز اقول لحضراتكم ان احنا التخمير الاول بعد ما عملنا العجينه ساعه، وبعدين افضي الهواء، وبعدين اسيبها نص ساعه، وبعدين افضي الهواء واسيبها نص ساعه تاني، وبعدين اخر مره هتخلوها بتخمر على الصاج زي ما انا سايباها كده نص ساعه قبل ما تدخل الفرن. الفرن هيبقى سخن 180 على الشبكه في النص. الناس اللي الفرن عندها حامي قوي يا جماعه بيحرق المخبوزات او بيلسعها، حطوا حاجه فيها ميه سخنه تحت في قاع الفرن على صاج الفرن، تدي رطوبه بس للمخبوزات بتاعت حضراتكم. خلاص كده، وهنا وهرش شويه سكر سنتر افيش، نعمل حبيبات كده على الوش. طبعا ده لما بينفش بيبقى رائع. شويه سكر بقى، بصوا الشريك ده من الحاجات الجميله جدا جدا، وصفاتكم كلها حقيقه حلوه جدا، حتى صيامي منها جميل جدا زيكم بالظبط، وزي نفسياتكم الجميله. ومعظم الناس تبعت لي على الصفحه ناس، يعني انا سعيده بوجود حضراتكم معايا. هندخل بقى شويه الحلوين دول الفرن، وهندخل بقى ايه، نبص على الرز بلبن بتاعنا كده. بسم الله، هنا بصوا بقى الرز بلبن بدأ يغلي ازاي. لازم اعمل كده، شايفين الوش طلع زي، عشان تعالوا بقى اقول لكم الطريقه. اول ما بيغلي اللبن بيعمل زي ده بالظبط، فالوش بصوا بيبقى ايه، جزء بيغلي وجزء هادي كده. هروح مقلباه لازم، وده اللبن اللي احنا حطيناه بتاع اللبان، اللبن الجاموسي بتاعنا العادي جدا. انا حطيت بس شويه كريمه مع اللبن، وحطيت السبع معالق سكر الصغيرين علشان انا هعمله رز بلبن بالمربى. ويبدا يغلي، بصوا انا كده خلاص دوبت الوش كويس جدا ونزلته جوه خليط اللبن ياخد الحراره وهكذا. هنا بقى انا بحب ممكن شويه احط شويه جوز هند جوه الخليط، بتدي طعم حلو قوي. وعندي هنا القشطه، خليني اخد بقى ايه شويه القشطه دول كمان ادعم بيهم هنا. ولو عندي قشطه لبن اصلا من قبل كده تمام، والناس اللي عندها قشطه لبن وعايزه تعمل منها تخلطها بزبده ما تخلطوهاش، سيحوها لوحدها. لو عندكم الزبده وهي نيه لسه الزبده البلدي، حطوها هي والقشطه في نفس الحله ويسيحوا مع بعض، غير كده ما ينفعش تخلطوهم، مش هينفع. طيب اقلب اعمل ايه؟ طيب ما انا عايزه بس ده يتشرب. حاضر يا حبايبي، انا هسيبه ياخد وقته لان لسه الرز عايز ياخد. بصوا بدا يفرز النشا كمان شويه، وبعدين اول ما يبدا يتقل وياخد القوام معايا هنزل بشويه. انا عايزه اعمله زي مامتي الله يرحمها ما كانت بتعمله لنا زمان، بماء الورد، وكان دايما حتى ازايز الميه اللي عندنا كانت دايما لازم يبقى فيها ماء زهر، ما نعرفش نشرب ميه كده عاديه. فانا هعمله زي طريقتها وهحط فيها شويه ماء الورد، واتمنى يا رب الوصفه تعجبكم. لكن هنكمل بعد الفاصل لانه الفقره اللي جايه ان شاء الله فقره طبيه نلتقي بيها بعد الفاصل، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. مش قادره اقول لكم الرز بلبن عامل ازاي. استاذ اسامه دخل، يعني من ساعه ما دخل وهو بيبتسم بس، هو مش عارف يقول لنا حاجه. هو يعني قلت له طب ايه رايك، ما بيردش. طب انت هترد علينا ولا ايه؟ ايوه اكيد. صباح الخير يا استاذ اسامه. ليك بصراحه الله يخليك يا رب، تسلم. ليك يا رب. طبعا انا مش عارفه انت بتاكل رز بلبن بايه عاده، تاكله بقى ايه، شبح بقى بالايس كريم والكسرات؟ طب دقت طعمه بميه الورد قبل كده او ميه؟ طبعا والدتي على طول بتعمله والله. طب دي حاجه يعني شرف ليا والله. طب انا هحط شويه ماء ورد اهم في الاخر، وطبعا اللي مش عايز يحط يحط فانيليا يا جماعه. بص الوش اللي بيعمله ده، ده هيدي الوش المكرمش بقى زي بتاع الايه، الراجل بتاع المحلات، القشطه البلدي بقى اللي على الوش دي. بصوا بقى وكريمي ازاي. نبدا بقى دلوقتي. الاول نرحب طبعا بضيفي اللي منورني النهارده استاذ اسامه نبيل، وهيكلمنا النهارده عن كورسات الرائعه من هيربال بانك. وطبعا هم ما شاء الله متواصلين جدا مع اصدقائنا، ويا ريت بعد اذنكم اللي عايز يتواصل ويسال حاجه ما تسالوش على مطبخ عظيمه، ابعتوا على شيف عظيمه حمدي بالعربي عشان تلاقوا الردود فورا. هنزل دلوقتي الصفحه الخاصه من هيربال بانك وارقام التليفونات، 6 أرقام خاصين بالتواصل والطلبات والاسئله والمتابعه وكل حاجه. وهم كمان عليهم خدمه الواتساب، يعني دي برضو ميزه تكلمنا عنها بقى القصه دي استاذ اسامه. وانا ايه بحط مكعب الزبده ده تمام بتاع اصل الحلوب عشان ايه. هي الكورسات كلها عندنا. أيوة. ممكن نتابعها من خلال الواتساب، وممكن نتابعها من خلال البيج، وكل الارقام. أيوة. والردود كلها بتبقى متواجده في الفور.
مفيش اي مشكله ان حد يسال سؤال وما يبقاش في رد ليه. أيوة. وفي نفس الوقت لو في مكالمات جت وفي ضغط مكالمات علينا بيعاودوا الاتصال بيهم مره ثانيه. يعني حتى لو المكالمه محدش تواصل معاه لا بنعود الاتصال بالرقم اللي اتصل مره ثانيه. تمام. هنبتدي دلوقتي بالكورسات اللي هيرب بنك مقدمينها. أيوة. بعد كده ليهم مفاجاه عندنا في كبسوله جديده. أيوة. هنتكلم عليها برضو. عندنا كورس الشهر الواحد، علبة كبسول، علبة نقط، علبة أعشاب. أيوة. ده بيكفي لمدة 30 يوم. بنفقد بيه وزن من 6 ل 10 كيلو في الشهر الواحد. ده الكورس الفردي العادي. الكورس الفردي العادي. كويس قوي. الكورس الثنائي العادي. أيوة. 2 كبسول، 2 نقط، 2 أعشاب. بننزل وزن بيه من 10 ل 16 كيلو في الشهرين. كورس الثلاث شهور العادي، 3 كبسول، 3 نقط، 3 أعشاب. أيوة. بننزل بيه وزن من 20 ل 25 كيلو في الثلاث شهور. تمام. دي الكورسات العادية كلها. هي. في الكورسات المكثفه ومعاها هديه. ايوه. الكورس المكثف مكون من 2 كبسول، علبه نقط، علبه. أيوة. اعشاب، ومعاها كريم هديه. ايوه. الكورس الثنائي المكثف 4 علب كبسول، علبتين نقط، علبتين اعشاب، ومعاها كريم هديه. تمام. الثلاثي المكثف 6 كبسول، 3 نقط، 3 اعشاب، ومعاها كريم هديه. ايوه. دي الكورسات اللي هيبر بنك بتقدمها. النهارده بقى جايين نتكلم عن الكبسوله السوداء. احنا قبل كده اتكلمنا على العلبه السوداء. العلبه السوداء. ايوه. لا النهارده بقى بنتكلم على الكبسوله السوداء. تمام. الكبسوله السوداء هي كبسوله نازله جديد من خلال هيربر بانك. بتعمل انسداد للشهيه تام. دي الجديده بقى اللي هنتكلم عليها النهارده. دي الجديده النهارده. تمام. ودي بقى خاصه بالاوزان الكبيره والاوزان خاصه بالاوزان اللي زي ده 70 و80 و100 كيلو. يا ما شاء الله. ما وطبعا شاء الله. الناس اللي هي اقل من 100 كيلو برضو. أيوة. الكبسوله دي مناسبه ليهم جدا، ما فيش اي مشكله. ايوه. بس الناس اللي هي بتبقى زياده عن ال100 كيلو بيبقى عندهم شراهه في الاكل عاليه جدا. صحيح. فدي مناسبه ليهم افضل بكتير واقوى. علشان كده احنا بنتكلم الناس اللي هي زايده فوق ال100 كيلو ديت هم اللي بيعانوا معانا، هم اللي في مشاكل صحيه، مشاكل في النوم، مشاكل في الحياه الطبيعيه بتاعتنا. مشاكل في اللبس بتاعنا. تمام. هي الكبسوله دي متقدمه ان هم الحلول كلها اللي هم عايزينها موجوده جوه الكبسوله. ماده حوارك موجوده فيها، انسداد للشهيه، شعور بالشبع، ارتفاع معدل الحرق، كل ده موجود في كبسوله واحده. تمام. غير ان هي بتعالج الالام الغضاريف وخشونه الركبه والمشاكل اللي بتجيلي بسبب عدد السمنه كله. تمام. دي في الكبسوله كلها. طبعا مع الكبسوله النقط اللي بتعمل معايا معدل الحرق. أيوة. وفي نفس الوقت فيها الفيتامين اللي احنا محتاجينه اللي بنفقده اثناء الكورس، والاعشاب برضو اللي احنا محتاجينها اثناء الكورس عشان بيعمل ديتوكس للجسم وبيخرج والاعشاب السموم. دي انتوا دعمتوا كمان النقط والاعشاب؟ انا عارفه دعمتوا بقى في دعم للكورس كامل. للكورس كامل. اوكي. تمام. حلو ده. والحاجه المهمه جدا اللي كنت حابب اتكلم فيها النهارده ان بقى في كذا كبسوله لكل الحالات. تمام. بالذات الحالات اللي هي الاطفال اللي معانا، لان هم اللي داخلين على مرحله خطره جدا في الفتره دي بسبب قعده البيت او الاقامه اللي موجوده في البيت بشكل. أوه. اكبر، فهم بياكلوا بشكل اكبر. حركه زي زمان بيروحوا المدرسه. ففي كبسولات مخصوصه نزلت للاطفال بالذات، وفي كبسولات موجوده لكبار السن والناس اللي هي عندها حركه صعبه والله. وفي نفس الوقت ان في ناس عندها وزن كبير جدا ما عندهمش مساحه ان هم يقدروا يتحركوا بسهوله. كان الاول كانوا بينزلوا ممكن بيروحوا وبيجوا، دلوقتي ما فيش الكلام ده. احنا بنتكلم في الفتره دي ان كل الحلول موجوده في الكورسات، غير ان احنا داخلين على شهر رمضان المبارك، ففتره زياده الوزن بتبقى اكتر في الفتره دي. تمام. احنا بنقدم لك ان انت مش هتزيد في الوزن، بالعكس انت هتفقد وزن في شهر رمضان باذن الله، بمجرد بس ان انت تستخدم كورس هيربر بانك مع الحاجه الثانيه مع المتابعه الاسبوعيه اللي بتقدمها الفريق الطبي من هيربر بانك. طيب قول لنا بقى احنا يعني ايه، معلش احنا الناس بقى اللي لسه مش عارفين الكورسات اللي حضرتك بتقدمها عباره عن ايه؟ اعشاب طبيعيه، ما فيهاش مواد يعني ما فيش كيميكالز، ما فيش حاجه تانيه تدخل، ما فيش عقار، ده مش عقار يعني. اكيد طبعا. فممكن حضرتك تشرح لنا اكتر عشان نتكلم عن مكونات الكورس مره ثانيه. بعد اذنك. هي كورس هيربر بانك مكون من اعشاب طبيعيه. أيوة. كلها مصنوعه في جنوب شرق اسيا. حاجة اسمها عشب الالافيرا، عشب الجارسينيا، التوت البري اللي هو التوت الكوخي، كشور القهوة الخضراء، والمانجا الافريقي. تمام. دي الاعشاب اللي موجودة داخل الكورس. بنزود الاعشاب دي بفيتامينات معينة داخل الكورس بنحتاجها، زي الحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، الحاجات اللي احنا بنفقدها اثناء فقدان الوزن اللي هي بتنزل معانا في الدهون اللي احنا بنفقدها، في معادن وفيتامين بنفقدها في الوقت دوت انا بعوضها لك داخل الكورس. غير ان انا دخلت في النقط اللي معانا بنعلي فيها ماده الالوكرانتين اللي هي بتعلي معدل الحرق وبتشتغل على الغده فقط لغير،
وفيها فيتامين اي وفيتامين اي علشان تعمل مضره للبشره وعدم تساقط الشعر وتقويه للاظافر اثناء الكورس، لان الحاجات دي كلها بتتضر معايا اثناء الكورس. غير ان في التوت البلدي في معدن معين ربنا عز وجل خلقه في التوت بالذات، دوت بيعمل تقويه لفروه الشعر بشكل عام. يعني مش هيبقى فيه تساقط، لا ده هيبقى فيه تقويه لجذور الشعريه وهي خارجه. تمام؟ تمام. وفي نفس الوقت طبعا الاعشاب احنا اتفقنا قبل كده ان هي فيها كلها اعشاب طبيعيه في الباكت بتاع الاعشاب، بتعمل ليونه للمعده عشان ما احسش بامساك اثناء الكورس، وبتعمل لي ديتوكس للجسم لان انا لما بفقد دهون في سموم بتنزل على الكبد والقولون. تمام. فانا في الوقت ده ببتدي ان انا اطرد السموم دي من مكان دوت، وبيخرج معايا عن طريق الاخراج وعن طريق الطاقه اللي هو العرق اللي انا بفرزه. العرق وفي نفس الوقت ببقى مستفاد ان بيبقى كورس كامل متكامل، كورس علاجي لفقدان الوزن. هايل. طيب سؤال بقى دلوقتي، الاطفال يناسبهم بعض منهم البالغ اللي عنده سمنه مفرطه بقى يناسبوا بقى الكورس العلبه؟ يناسبوا الكبسوله السوداء ما فيش اي مشكله فيها. بس طبعا بيبقى في متابعه اسبوعيه معاه عشان لو حصل ان هو ما نسبة الأكل عنده قلت خالص، بنبتدي إن احنا نقلل الميعاد الكبسولة. أيوة. علشان برضه لازم ياكل في أثناء اليوم، لأن هي بتعمل انسداد شهية تام، وهي في الوقت دوت طول ما هو بيشرب مية احنا بنأكد على موضوع المية، لأن الكبسولة معدل المفعول بتاعها بيعلى جدا بالمية. لأن هي ألياف طبيعية كلها، والألياف ما بتشتغلش غير بالمية زي ما احنا عارفين. تمام. فأنا ببتدي في الوقت دوت بشرب مية كتير، باخد الكبسولة في ميعاد معين، ببتدي إن أنا بشتغل على في هرمون اسمه جروس هرمون، ده بيشتغل صباحا في جسم البني ادم، اي جسم بني ادم بيشتغل صباحا. جروس هرمون ده ببتدي ان انا اخد الكبسوله الصبح، علشان جروس هرمون ده بيبتدي يعمل لي نمو للعضلات، والعضلات بترفع معايا معدل الحرق طول ما هي فيها نمو. في الوقت دوت انا ببتدي بعلي معايا المعدل دوت، بحاول ان انا ما اكلش غير بعد الكبسوله بنص ساعه عشان الهرمون ياخد مساحته. وفي نفس الوقت ما يحصلش مشكله معايا ان انا ما اشغلش الانسولين، لان الانسولين هو الحاجه الوحيده اللي بتوقف جروس هرمون. فانا ببتدي اشغل معدل النمو بتاع العضلات الاول، بعد كده ببتدي ادخل الاكل عن طريق الفطار او الغداء او العشاء. بس كده. انا عمال احط في المربى عشان بس ايه ما تقولناش احنا السكر ضعيف. ايوه. وبعدين انا طبعا ما تقوليش ربنا يخليك. بسم الله ما شاء الله. الناس يعني احنا دلوقتي فتره قاعدين في البيت وكلنا متعودين، في ناس مننا اتعودت انها تجيب اكل من بره كتير. طبيعي. لسرعه بقى اليوم، لسهوله عليهم، لان ما بيقدروش يقفوا وقت طويل، فبقينا مضطرين نعمل كل حاجه في البيت. بس نعمل حاجه حلوه في نفس الوقت نعرف ننزل، لان احنا كلنا قربنا نقرب، نبقى كلنا مش هنعرف نمشي جنب بعض في الشارع يا استاذ. احنا موجودين عشان كده، احنا موجودين عشان كده. طبعا ميرسي طبعا لوجودك معانا، وبشكر طبعا شركه هيربل. انا جالي بس رساله من صديقه على صفحه مطبخ عظيمه، اتبلغت بيها بتسال انه المتابعه، يعني هل هي بقى تبعت الرقم ولا ممكن حضرتك تتصلي على الارقام دي او تبعتي رساله على الواتساب، لان الارقام دي عليها خدمه الواتساب، هيردوا عليكي لان هي اخذت الكورس وعايز تعرف تقريبا طريقه المتابعه مع الكورس ازاي. هو اي حد بياخد الكورس على طول بيوصله الكورس، احنا بنبشره على طول بالاتصال. هو ممكن يكون الكورس وصل لها بس الدكتور المتابع معاها اتصل بيها وكان في عدم تواصل، موبايل مقفول او شبكه او حاجه، انما كده كده التواصل بيبقى موجود على طول عن طريق الواتساب او البيج بتاع الخاص بهيربر بانك او التليفونات كلها، حتى لو هي بعتت على اي تليفون غير الدكتور المختص الفريق الطبي كله بيرد عليها. هايل. مفيش اي مشكله فيها. خلاص، يبقى هي هتتصل عن خلال الارقام اللي موجوده قدام حضرتك في عليهم خدمه واتساب. لو ما ردوش على التليفون بيبقى في ويتنج، يعني هو بيدي حاجه جرس بس هم بيبقوا معاهم تليفونات ثانيه، مش بيبقوا مش بيردوا خالص. طيب استاذ اسامه، قول لنا بقى الكورسات مره ثانيه اللي هي الفردي والمكثف واللي هي موجوده بقى في الايه؟ الكبسوله الجديده السوداء. ايه كنا الاول بنتكلم على العلبه السوداء، دلوقتي النهارده بنتكلم على الكبسوله السوداء. الكورس الفردي العادي علبه كبسول، علبه نقط، علبه اعشاب. ايوه. بيكفي معايا لمده 30 يوم. أيوة. بننزل وزن بيه من 6 ل 10 كيلو في الشهر الواحد. هايل. الكورس الثنائي العادي اتنين كبسول، اتنين نقط، اتنين اعشاب. ايوه. بيكمل معايا لمده 60 يوم، بننزل بيه وزن من 10 ل 16 كيلو في مده 60 يوم. كورس الثلاث شهور العادي، ثلاثة كبسول، ثلاثة نقط، ثلاثة اعشاب، بننزل بيهم وزن من 20 ل 25 كيلو في 90 يوم. دي الكورسات العاديه كلها عليها خصم 50% والشحن مجانا لجميع انحاء الجمهوريه. هاي. في الكورسات المكثفه كلها عليها هدايا، في كريم لشد الترهلات وعلاج السوليليت. دوت الكورس العادي، الكورس الفردي المكثف اتنين كبسول، واحد نقط، واحد اعشاب، والكريم هديه.
الكورس الثنائي المكثف 4 كبسول 2 اعشاب 2 نقط ومعاك كريم هديه. الكورس الثلاثي المكثف 6 كبسول 3 اعشاب 3 نقط ومعاك كريم هديه. والكورسات المكثفه كلها عليها خصم 65% والشحن مجانا لجميع انحاء الجمهوريه. والكورسات العاديه كلها والمكثفه داخل فيها الكبسوله السوداء حسب تشخيص الحاله الصحيه. طيب سؤال بقى، احنا قلنا المرضى بقى السكر والضغط والناس اللي ايه اللي بياخدوا اوريدي او عندهم مشاكل في الغده او شايلين الغده او مشاكل في المراره، لان برضو جالي تمام بعض الاتصالات على ناس عندها مشاكل في المراره وفي ناس شايله المراره تمام، دول يعملوا ايه؟ مفيش اي مشكله خالص، هي في كورسات معينه. وهل لو هو الوزن مش قوي قوي يقدروا يستخدموها برضو وينزلوا في وقت قليل؟ اكيد طبعا، هم هي كده كده هينزلوا، الوزن القليل ده كده كده بينزل مهير بالبنك بدون ما احنا بنحس اساسا. احنا الوزن اللي هو الكبير هو اللي بنبقى في بالنسبه لنا العامل الاساسي بتاعه ان احنا لازم نفقد وزن كبير في فتره زمنيه معينه بصحه جيده. تمام. فانا ببتدي اتعامل معاه بشكل حرفي اكتر في الموضوع التشخيص بتاعه. ببتدي ان انا اتكلم معاه وابقى متابع معاه، والناس اللي هي وزنها قليل كده كده هم بينزلوا وزن معانا بدون ما هيرب برينك بتحس. لان الفريق الطبي كده كده مش سايبه، وهو حاجه بسيطه. ومش محتاج ان انا احجم له المعده، لان كده كده معدته ما كبرتش بشكل كبير. كبير. فابتدي في الوقت دوت اي مريض ببتدي اشخص الحاله عنده. مرضى السكر ليها كبسولات معينه، مرضى الضغط ليهم كبسولات معينه، الناس اللي عامله مراره او ما فيش غده دول بالنسبه لنا الموضوع ما فيش فيه مشكله خالص، ان احنا بنرفع معدل الحرق معانا عن طريق خارجي عشان نعمل تنشيط للغده تشتغل بشكل افضل. تمام. ما فيش اي مشكله لتشخيص الحاله، احنا قبل كده ذكرنا ان الحاله الوحيده اللي ممكن الكرسي لا يصلح ليها هو كرسي عمليات القلب المفتوح. الناس عامله عمليات قلب مفتوح للاسف احنا مش هينفع الكرسي يبقى مفيد ليهم خالص، لان هم في مشكله في القلب وفي ارتخاء في عدد القلب، فانا ببتدي ابعد عنهم خالص عشان ما يحصلش مضاعفات ليهم مش اكتر. تمام. طيب ممكن حضرتك بقى، احنا هننزل طبعا بعد اذنكم الصفحه تاني، وهننزل ارقام التليفون دي موجوده دايما على الشاشه، كل اصدقائنا اللي بيسالوا لو سمحتوا لو ليكوا اي استفسار من خلال الارقام اللي موجود. خدمه الواتساب شغاله جدا، شركه هيربال بانك بتهتم جدا بعملائها بجد، بالمتابعه بتتعامل جدا. انا بس عايزاكم لما تبعتوا لحد يكون بيتواصل على نفس المكان اللي بتبعتوا عليه، فحضراتكم ابعتوا على الواتساب او اتصلوا بالارقام هيبلغوكم على طول وحد هيتابع معاكم. دي الصفحه الوحيده لهيربال بانك، مفيش صفحه ثانيه. النهارده معانا استاذ اسامه نبيل عشان يتكلم معانا على الكورسات، ومعانا كبسوله جديده جدا هي الكبسوله السوداء، لانها يعني ايه بيخاطب بيها الاوزان الكبيره جدا اللي عايزه تخس بال 70 وال 80 كيلو في وقت قليل جدا. ويعني هو النهارده بجد جايب لنا مفاجاه، احنا قبل كده كنا في الاسابيع اللي فاتت اتكلمنا عن العلبه السوداء، الاسبوع ده احنا بنتكلم بقى عن الكبسوله السوداء. يا ريت بقى حضرتك تقول لنا برضه هي بتعمل ايه والكورسات دي بتعمل ايه، ونقولهم مره ثانيه بعد اذنك. الكبسوله السوداء ليها مهام كتير جدا في الجسم. احنا مزودتنا فيتامين ومعادن مهمه جدا بنحتاجها اثناء فقدان الوزن. هي اولا بتعمل انسداد للشهيه، انسداد تام، بتعمل الشعور بالشبع لمده 12 ساعه على مدار اليوم. في نفس الوقت بتعمل على تفتيت الدهون الكليه في انحاء الجسم. مش السنه الموضعيه بس يعني في ده وفي ده. والحاجه المهمه جدا ان هي بتعالج لي الام الغضاريف اللي هي مسببه لعرض السمنه، طول ما احنا عندنا وزن زياده طول ما انا عندي مشكله في الغضاريف والركبه. هي بتعالج الام الغضاريف والركبه بشكل عام. بتعمل لي في نفس الوقت بتعلي معايا معدل الحرق لان فيها ماده حوارق. بتظبط لي نسبه الكوليسترول في الدم عن طريق المانجا الافريقي. معدل الضغط بعد اول 10 ايام بلاقي المعدل بتاع الضغط بقى مظبوط عندي بدون علاج خارجي للضغط. بيبقى في كذا حاجه الكبسوله شغاله عليها اثناء الكورس مع معدل الحرق اللي انا بعليه عن طريق النقط. دي الكبسوله السوداء. وفي كبسولات ثانيه طبعا موجوده من خلال هيربال بانك مناسبه لجميع الحالات. كويس. من اول سن 8 سنين لحد سن 70 سنه، جميع الحالات وجميع الاعمار، اي حاله ليها تشخيص بتبقى موجود معاها. طيب هسال بقى سؤال دلوقتي، ممكن ناخد الكورسات تاني مره تانيه وحضرتك تقولها لنا مع بعض، اللي هي الكورسات الفردي والعادي والثنائي والثلاثي، وبعدين ناخد المكثف. تمام. الفردي للشهر الواحد علبه كبسوله، علبه نقط، علبه اعشاب، بيكفي معايا لمده 30 يوم، بننزل وزن من 6 ل 10 كيلو. الكورس الثنائي العادي ايوه 2 كبسول 2 نقط 2 اعشاب، بننزل بيه وزن من 10 ل 16 كيلو لمده 60 يوم. كورس الثلاث شهور العادي دوت 3 كبسول 3 نقط 3 اعشاب، بننزل وزن بيه من 20 ل 25 كيلو في 90 يوم. الكورسات العاديه كلها عليها خصم 50%،
والشحن مجانا. الكورس الثلاث شهور المكثف 6 كبسول 3 نقط 3 اعشاب مع كريم هديه. سنان مكثف 4 كبسول 2 نقط 2 اعشاب ومع كريم هديه. الكورس الفردي المكثف 2 كبسول علبه نقط علبه اعشاب ومعاه كريم هديه وعليه خصم 65% 65% الشحن مجانا لكل المحافظات. طيب احنا بس هنبص بصه كده بصوا سريع اهو على الشريك. طبعا لما بياخد وقته في التخمير بيبقى تمام. استاذ اسامه انت النهارده يعني ايه هتتخن النهارده يعني هتتخن وغالبا انت جايب معاك الكبسوله السودا ولا مش جايبها؟ طيب احنا طبعا يعني بص انا يعني بوجه لكم شكر لان دايما لما الواحد بيشوف حاجات معينه كده يعني ايه كل ما بيعمل حاجه وبعدين يلاقي فيه ثغره يبقى عايز يشتغل عليها دي نجاح في حد ذاته. ف انا بالنسبه لي الحكايه دي يعني بتفرق معايا جدا بتفرق مع ناس كتير جدا فكره ان احنا بنهتم بعملائنا مش بس اللي اخذوا الكورسات وخسوا اعتقد ان هم كمان بيبقوا شريحه على موضع ثقه في الشركه مره ثانيه لاصدقائهم ولمعارفهم ولكل حد. الشخص اللي بيبقى معانا هو بيحس ان احنا من عيلته ان احنا معاه خطوه بخطوه تمام. هو ما بيسيبناش وغير ان هو بيبقى خلاص عرف مصداقيه الشركه وعرفت عرف مفعول الكبسوله ما بيجيبش بقى لنفسه بس بيبقى تمام. معايا كذا حاله تاني يعني في حد بيجيب اخته باباه مامته بنفضل كده باستمراريه تمام. انا طبعا اتمنى لكم يا رب مزيد من النجاح والتفوق والتقدم دايما. نورتني النهارده استاذ اسامه نبيه بشكرك شكرا جزيلا استاذ اسامه كان موجود معانا منورنا النهارده شركه هيربل بانك. النهارده احنا عملنا الرز بلبن. بصوا الرز بلبن ده عبقري حتى لو مش عايزين تحطوا له مربى هتستخدموه بالطريقه العاديه. انا عملت طبق ساده عشان تشوفوا بس لسه لما يمسك كمان في الثلاجه هيبقى كريمي ازاي وجميل ازاي. وعملنا البريوش وطلعنا شكله وبرده هطلع الصاج كده برده تشوفوه. واتمنى يا رب النهارده عملنا اسفل الشريك الصيامي. واتمنى يا رب انه اصدقائنا بصوا بقى الفرق. بصوا لما بيتخمر تخمير حلو بتبقى طالعه منفوشه وحلوه ولسه كمان لما تاخد وقتها تفتحوها تلاقوها قطنيه تاكلوها كده مع الشاي الصبح او اي حاجه ان شاء الله يا رب بالهنا والشفاء على قلبكم. وطبعا بشكر حضراتكم ولمتابعتكم شكرا جزيلا. اتمنى من الله من هنا لحلقه جديده اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.